أسبوع العمل الطويل يعرض السيدات لخطر الإصابة بالسكري، تحذير كشفت عنه دراسة علمية جديدة. الدراسة خلصت إلى أن النساء التي يعملن ما لا يقل عن 45 ساعة أسبوعيا أكثر عرضة للإصابة بالسكري بنسبة 63% بالمقارنة مع من يعملن ما بين 35 و40 ساعة أسبوعيا، في حين أظهرت الدراسة أن ساعات العمل لم تؤثر على مخاطر إصابة الرجال بالسكري. وأشار الباحثون إلى أن العمل لعدد أكبر من الساعات بالإضافة إلى الأعباء المنزلية قد يجعل النساء أكثر عرضة للتوتر المزمن والالتهابات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسكري. الباحثون أوضحوا أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لمعرفة العلاقة بين ساعات العمل أو ضغوطه واحتمال الإصابة بالسكري، لكنهم أكدوا ضرورة القيام ببعض التغييرات للحد من هذه المخاطر.